سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في نوفل فيديو على القناه. معكم فاطمه الزهراء من قناه فلوريتا شانيل. غنبدا معكم الفيديو ببعض المشتريات اللي كانوا خاصني في الدار. كاين اللي خديتهم من كارفور، كاين اللي خديتهم من الهيل. غنبدا باللي خديت من كارفور. خديت هاد الماكلتر في الكري، عجبتني. سباغيتي داك اللي دار بحال الفيس، كاتشوب، صوص الصوجا، مايس، شامبينيون، نيسلي كاراميل، فاني، فلان فاني. و هذه لي لاجيت ديال لوفيرا كانوا دايرين في بروموسيون زوينه. فيلم اليمونتير، بابي كويسون تاع السلا، فرماج لايت كناخدو هنا، والهولندي زوكيلي كياخدو من راجل ولدي. الكراس ديال الشوكولا واخا البرد كناخدوه. كاين اوريو، عندي بي واحد الكيكه زوينه دابا نشاركها معاكم. تويكس، سيجار، مومو، دانون، كريم فريش، هاد الدومات نتاع الزعفران الحر، شوفان، كاوبيل، خميرة، الكونفيتور. هادشي اللي خديت من كارفور. واللي خديت من الحلي بحال هادشي، الناس زوينة البنات، خصكم تجربوه، لأنه مكيتبدلوش اللون ديالو، الطيبة ديالو غزالة. واخا كيدير 44 درهم ونص تقريبا هكا، ولكن غالي على لوخين، ولكن زوين يستاهل. كاين الخميرة ايديال، كاين هاد الشكلاط نتاع تشيكولاتة تا هو بحال نيوتيلا زويون. هاد الكافي نتاع اسبانيا مدخلينها لهنايا، كدير شي 27 درهم، زوينه. املو حق ديال مطيشة ديال عيشة. هاد الدومات نتاع دامتي، سكار، الحليب نتاع جبال، هذا خديته من كارفور كيشرب ولدي. الزيت نتاع ويلو، داير معاه بلاكي دخل الفول مزيان، والما ديال باهية. غادي نوض هادشي لبلاصتو ونصيه، خليكم معايا. هاو البنات، جيت باش نصاوب العشاء. غادي نشارك معاكم الوصفة نتاع يوسف بالقرعة الحمراء. غادي نحتاج تقريبا كيلو ديال القرعة الحمراء، بصلة حمراء، ثلاثة ديال الدروس ديال التومة، كبدة. أنا درت هنا كبدة نتاع الدجاج، تقدو ديرو نتاع البقري ولا لاداند ولا الدجاج اللي بغيتو. الزيت البلدية، الملحة، الابزار، سكينجبير، وكيان خليتها تاعي تغطي وتنبغي نطحنها. بالنسبه لليبزار والسكينجبير ما غاديش نكثرهم باش تجي حلوه. غادي نبدا طريقه التحضير. غادي ندير القرعه الحمراء، نكون مقطعه غادي نزيد عليها بصله حمراء. غادي نزيد لها الماء، الماء عادي، وغادي نخليها طيب، نغطيها ونخليها طيب. بالنسبه للكبده غادي نديرها تسلق شي شويه في الماء سخون باش تحيد منها الزفوره، وشويه مع شويه الخل، وغادي نرميها مع الكبده طيب تكمل الطياب ديالها. خليكم معايا. بالنسبه للكبده البنات، انا زدتها مع الماء باش تسلق، وغادي ندير معها قطعه ديال الخل باش تحيد منها الزفوره. القرعة غادي نشعل عليها ونزيد عليها الماء.
غادي نطيها مكتاخدش بزاف ديال الوقت، دغيا دغيا كطيب. انا غادي نطيب غادي نولي باش غنوريكم كيفاش شنو غادي نطحن معاها ملي غادي نطيب. بالنسبه للسوب البنات هي دابا طابت، غادي نديرها في المولينكس نطحنها. كطيب دغيا ما تاخذش الوقت بزاف، صحيه كيبغيوها حتى الدراري. غادي نزيد معاها كيري، انا هنا غادي ندير جوج نتاع كيري. كل طحنه ندير وحده. بالنسبه البنات لاسوب غادي نرافقها بهذا الخبز، تقدروا تستعملوا حتى الكمير، انا قطعته بهذا الشكل هذا. غادي ندير الزبده وغنزيد عليها شويه نتاع الزيت البلديه، غادي نحط مع داس نتاع الثومه. الخبز كامل وغادي ندخلو الفران حتى يتكراسينا مزيان كيولي كروكو، وغنقدمو مع الصوبة. هاي الصوبة ديالنا البنات جداد، جات على هاد الشكل هذا. قدمتها مع الخبز لي صاوبنا، شويه نتاع التمر والبريوات. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس وتدعموني، ولا الفيديو الجاي ان شاء الله.